بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أشكر قناة الفنك للكتب على هذه السانحة وعلى هذا الفضاء الذي تمنحه لنا من خلال استضافة قراء لتقديم عناوين وكتب قصد الترويج لها والتسويق. أنا يحيى مدقن من ولاية غردايا، مدير دار فواصل للنشر والإعلام، وقد اخترت لكم من إصداراتنا اليوم هذا العنوان: يهود وادي ميزاب. هذا الكتاب الذي يتحدث في طياته عن اليهود من النواة إلى الجلاء، يعني من تاريخ دخولهم إلى الجزائر وإلى غردايا تحديدا، إلى تاريخ مغادرتهم ولاية غردايا. في الحقيقة هذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة التي أصدرتها دار فواصل للنشر والإعلام لكاتبه الإعلامي أحمد بوداود، حيث تطرق لهذا الموضوع وغاص وصبر أغواره وكلفه سنين من البحث وتعلم اللغة العبرية ليتوغل أكثر في المصادر وليخرج لنا في الأخير بهذا العنوان. ولقد اخترت لكم من الكتاب هذا الاقتباس: لقد كان المجتمع الجزائري الإطار الحامي الذي عاش في كنفه اليهود بكامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والدينية، لكن ذلك لم يشفع للجزائريين ولو قليلا أمام النفسية اليهودية المجبولة على الحقد والشر. إن العلو الكبير والفساد المتراكم لليهود عبر الأزمنة المتعاقبة لوجودهم وتعايشهم في المجتمع الجزائري ولد كرها أبديا وتراكم في النفسية الجزائرية والذاكرة الاجتماعية الجزائرية، فهم من خلاله الشعب الجزائري حجم الحقد الدفين الذي يكنه اليهود للأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشعب الجزائري كما أنه يحس حجم المعاناة التي يمكن أن يعيشها شعب محتل نتاج تجربته المريرة مع المستعمر الفرنسي، ويدرك أيضا إدراكا تاما عظم كره الصهيوني للإسلام والمسلمين شعبا ومقدساتا فكرا ومعتقدات، ويعلم كمية الفساد الذي يخصصه اليهود للقضاء على المسلمين في فلسطين وأثار خططهم الجهنمية. هذا الكره الجزائري للصهاينة كان بعد أن عض اليهود اليد الذي تمدهم بالعيش الكريم وبقيت تمدهم بذلك إلى أن هاجروا إلى ما يزعمون أنها أرضهم المباركة. هذا الكره طفى عندما كان اليهود سببا في الظلم الذي سقط على الجزائريين. هذا الحقد تجلى يوم خطط اليهود للقضاء على الإسلام في أرض المسلمين. شكراً.